هل يلزم الزوج بتكاليف حج فريضة زوجته أو عياله؟ لا لا يلزم، لا يلزم، بس هي عليها، هي حجها عليها، هي يبي يحججها من فلوسه جزاه الله خير، لكن لا يلزم، ليس من يعني الواجب عليه أكل وشرب وسكن، لكن الحج والتمريض وهذا ما هو واجب عليه، لكن جزاه الله خير إذا سواه جزاه الله خير.